ماشية الأيام وإحنا معاها متقسمة على حزن وفرح، ويا إما بنغلط جواها يا نكمل في السكة الصح علشان نقدر نعمل حاجة ويكون نور للدنيا وملح. نعيش الأيام بقرارنا، ربنا للأحسن غيرنا، نقدر بالحق يحررنا، نحبك ما بعدش وزورك، ابدأ من دلوقتي حياتك، أحلام وأنت تحقق ذاتك، افرح بيسوع طول أوقاتك، وتتزين باسم شبابك. مهما يكون العالم فاني، ربنا ساكن دايما فينا، مهما وقعنا بنقدر تاني نفضل واقفين على رجلينا، مهما بنضعف غصب عنا ربنا في الضعف يقوينا. نعيش الأيام بقرارنا، ربنا للأحسن غيرنا، نقدر بالحق يحررنا، نحبك ما بعدش وزورك، يبدأ من دلوقتي حياتك، أحلام وأنت تحقق ذاتك، افرح بيسوع طول أوقاتك، وتتزين باسم شبابك. أصدقائنا الشباب، مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة ومشورة شبابية. احنا لسه مكملين معاكم كلامنا عن الطموح والتخطيط للمستقبل، بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا ومباركنا، نيابة الحبر الجليل الأنبا يوسف، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيد. أهلا بيك سيدنا. احنا كنا بنتكلم في حلقتنا المرة اللي فاتت عن الطموح، وازاي انه ما يكونش طموحي بس هي تطلعات ماديه، كمان تبقى روحيه. احنا عايزين نعرف النهارده ازاي نخطط للمستقبل بطريقه صح وسليمه وتكون توافق تعاليمي المسيحيه. بس احنا معانا ريبورت الاول هنشوفه، وبعدين نرجع نبتدي مع نيافتك حلقتنا. انت بتخطط لمستقبلك ولا زي ما بيقولوا سايبها تيجي كده على ربنا؟ انا بخطط نوعا ما، بس برضو سايبها على ربنا، يعني من ناحيتين، يعني بخطط واللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. انا هنا اتمسكت بربنا اكتر قوي عن الوقت اللي كنت عايش فيه في مصر وكنت عايش فيه في دوله تانية. لا، المستقبل مش شاغلني قوي من ناحيه الفلوس ومن ناحيه البيزنس ومن ناحيه حاجات كتير قوي، لكن انا خلال الوقت اللي فات ومصدق خلال الوقت الجاي ان ربنا بيرتب كل حاجه بطريقه حلوه وتفوق حساباتي. حتى كنت انا براجع حساباتي من وقت للتاني، لكن انا بصدق ان ربنا بيرتب كل حاجه للافضل لو انا فعلا متكل عليه، بعيد عن الدروشه الروحيه، بعيد عن الخيالات. ربنا بيرتب كل حاجه في وقتها وللافضل. بخطط مستقبلي، اكيد دوري ان انا احاول افكر واخطط، بس في نفس الوقت سيبها لربنا. يعني ده الطموح، ده بقى يعني ده اظن ده معنى الطموح مع القناعه. يعني انت بتخطط عشان ده اللي عليك، لكن النهايه النتيجه الاخيره دي بتبقى ربنا. لما بتسلم كل حاجه لربنا هو اللي بيختار في الاخر. سيدنا، يمكن كانت الاراء انه كل الشباب بتخطط لمستقبلها، بس اهم حاجه ان هم سايبين ربنا هو اللي يرتبها زي ما قالوا. دي بقى الطموح ما بتتعارضش مع القناعه. بس في راي عجبني انه انا مش قلقان من المستقبل، لانه طالما انا بعتمد على ربنا فانا واثق ان هو بيرتب للافضل. فايه راي نيافتك في الريبورت ده؟ هو الحقيقه التسليم لله لا يلغي التخطيط للمستقبل. هو الانسان عشان يكون ناجح في عامل بشري وعامل الهي، الاثنين يمشوا مع بعض. العامل البشري هو ما استطيع ان افعله، والعامل الالهي هو ما لا استطيع انا ان افعله. يعني ادي كذا مثال من الكتاب المقدس. في معجزه اشباع الجموع، ربنا حط سؤال قصادهم ان الجموع دي محتاجه اكل، اعطوهم انتم لياكلوا. دي مشكلة هم لازم يحلوها، لازم يخططوا لها. طب ايه العامل البشري؟ واحد فكر كده قال دي مشكلة ملهاش حل، دولت ما يكفهمش اكل ب 200 دينار، فما فيش تخطيط هنا. لا، مشكلة ملهاش حل، احنا معناش فلوس، هنجيب لهم منين؟ ده خبز حاف ده يبقى 200 دينار. واحد تاني قال بص كل اللي عندنا هنا خمس خبزات وسمكتين، ولكن ما هذا لهؤلاء؟ يعني انت عايز اكل
كان حوالي 20,000 واحد، هم 5,000 لو كل واحد مع زوجة وطفلين يبقى بتكلم على 4، 5,000 رجل في 4 بيبقى 20,000 واحد. أكلهم إزاي؟ في نفس الوقت عشان أكل 20,000 واحد هاخد وقت قد إيه عشان أكلهم؟ يعني هنا مثلا لما يكون عندنا حفلة ولا حاجة وفيها مثلا 200-300 واحد عشان يأكلهم بناخد وقت قد كده. ده لما أكل 20,000 واحد هاخد وقت قد إيه؟ ولكن السيد المسيح قال لهم ائتوني بهم، هدول الخمس خصائص المجدين. هنا بيؤكد على انك قدم امكانياتك وقوم بدورك مهما كان الدور ده قليل. وابتدى بقى السيد المسيح يعني اكشلي معجزه الخمس خصائص المجدين بيدرسوها في علم الاداره، يعني بتستخدم علم الاداره والقياده والتنظيم، ده يعتبر تخطيط، استخدام الموارد المادية، استخدام الموارد البشرية، النظام، يعني أقدر أطلع منها دروس كتير مستفادة. ابتدى يقول لهم اتكوهم فرقا فرقا 50-50، فلما كل واحد يقعد مع أسرته ويبقوا 50-50 كده أقدر يعني يبقى التوزيع يبقى سهل. تخطيط. وسيد المسيح إدى للتلاميذ والتلاميذ إدوا للجموع، يقول لك أكلوا جميعهم وشبعوا. وبعدين علشان ما بقاش في تبديد للريسورسز قال لهم جمعوا الكسر، جمعوا الكسر مالت 12. كل ده تخطيط. بركة ربنا مشيت من خلال النظام، من خلال التخطيط، من خلال العمل البشري، من خلال ان انا اقدم الامكانيات اللي عندي والموارد اللي عندي سواء الموارد المادية او الموارد البشرية. نفس الكلام مثلا في معجزة اقامة العذر، ربنا قال لهم ارفعوا الحجر. طب يا رب ما انت هتقوم الميت، لازم يرفع الحجر، ده الدور البشري، اعمل اللي عليك وانا هقوم اللي انت ما تقدرش عليه. ما تقدرش عليه، ما تقدرش تقوم الميت، ما تقدرش تشبع الجموع من خمس خبزات سمكتين، ده انا هعمله. نفس الكلام مثلا في صيد السمك الكتير، ادخل الى العمق، القي الشبكة، ده دورك، وانا اللي هدخل السمك جوه الشبكة، ده اللي انت ما تقدرش تعمله. فبقى هنا انا بقوم بدوري كاملا وبخطط لحياتي كاملا اللي انا اقدر اعمله، ولكن في نفس الوقت بقول يا رب بركتك وايدك معايا وعنايتك عليا معايا، وبالطريقه دي انا اقدر انجح في حياتي. فالتخطيط لا يتعارض ابدا مع التسليم لله. ان انا اسيب حياتي كده من غير ما اخطط لا ما ينفعش، لازم اخطط وفي نفس الوقت مسلم حياتي ربنا. ما هي دي مشكلة يا سيدنا، انه في ناس بتقول ما انا ممكن اعمل ويكون ربنا مش رايد، فانا اسيب ربنا يعمل اللي هو عايزه وخلاص. وماله انا بعمل، ما هو ربنا مش هيعمل، ربنا ما بيشجعش الكسل. يعني انا لو ما عملتش اللي عليا ربنا مش هيعمل حاجة. يعني لو هم ما قدوا مش الخمس خبزات سمكتين ربنا مش هيعمل حاجة. فربنا مش هيعلم الناس الكسل. لكن بولس الرسول قال كم مرة أراد مرة أو مرتين أردنا أن نأتي إليكم ولكن أعاقنا الشيطان. يعني في معوقات ممكن تحصل وحتى تكون دي إرادة ربنا ولكن يحصل تعطيل ليه. مثلا بولس الرسول برضو في الخدمة يقول إن فتح لي باب في الرب، وفي منطقة تانية يقول إن غلق باب. فيبقى اذا انا بجاهد وبمشي وبقول يا رب لتكن مشيئتك. لو ربنا فتح باب برك، لو ربنا قفل باب وماله، يعني ده وده للخير وللمجد، لمجد ربنا. والواحد مش مفروض بقى يعني يتضايق لو في باب اتقفل قصاده، لان ياما ابواب بتتقفل سواء الشيطان اللي بيقفلها او ربنا اللي بيقفلها، بس ربنا بيحاول كل امور للخير، يقول كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فحتى يعني عايز اقول لو الابواب اتقفلت من الشيطان وانا مسلم حتى ربنا هيحول ده لخيري في الاخر. طيب سيدنا، هنا في مشكله بتواجهنا انه لو انا عملت اللي عليا ولقيت البيبان اتقفلت، مش باثق بقى انه ربنا عاملها للخير، لا انا بيجي لي احباط ويأس وممكن ادمر بقيه حياتي بسبب ده، فاعمل ايه؟ هو الحقيقه الياس ده حرب من الشيطان، وحارب بيه ناس كتيره. يعني حارب بيه ايليا بعد ما قتل انبياء البعل
وإيزابل هددته خاف وهرب من وكي إيزابل وقال إن أنا يا رب هدموا مذابحك وقتلوا أنبيائك وبقيت أنا وحدي. وربنا وبخه قال له مالك يا إليها هنا، يعني ربنا عايز يقول ده مش مكانك، قوم اعمل عمل، قوم امسح إليش عنابي، بدل ما انت قاعد هنا وبتشتكي قوم اعمل عمل، بدل ان تلعن الظلام اضئ شمع. واحيانا بيبقى الواحد نظرته غلط، قال له ولم يبقى احد غيري انا، ربنا قال له لا انا ابقيت لنفسي 7000 رجمة. من اللي وقعوا في اليأس برضو يونان وطلب الموت لنفسه وقال موته خير من حياتي، عشان ربنا ما نفذلوش رغبته انه يحرق ويدمر نينوى. ولما جه ربنا انقذ نينوى يونان زعل وقال يا رب موت خير من حياتي. من البرضو وقعوا في يعني الياس او الحزن داود النبي، يعني في مزامير كتير راح تحس بالمراره، يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقول لنفسي ليس له خلاص بإلهه. حتى بولس الرسول نفسه برضو أصيب باليأس، بس بولس تعامل مع اليأس بطريقة لطيفة قوي. يعني في كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني بيقول لا أريد أن تكهلوا أيها الإخوة الضيقة التي أصابتنا في آسيا، إننا يئسنا من الحياة وصار لنا حكم الموت في أنفسنا. فبرضو أصيب هنا باليأس وبالإحباط لدرجة أنه طلب الموت؟ ما بيقول كان لنا حكم الموت في أنفسنا. لكن بولس حلها إزاي؟ قال الإنسان الميت ده لا يستطيع أن يطلب معونة، يعني helpless وhopeless وليس له أمل. يعني النقطتين دول مهم. لو إنسان مريض وتعبان ممكن يصرخ يقول أنا عايز مساعدة، إنما الميت مش هيصرخ. المريض ممكن يكون في أمل ولكن الميت انتهى الأمل، فهيلبلس أن هوبلس. فبولس الرسول قال لو أنا ليا حكم الموت في نفسي، يعني هيلبلس هوبلس زي العازر كده، يبقى أنا مليش ثقة في نفسي، ما أقدرش أحط لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. إنما أحط ثقتي في مين؟ قال حط ثقتي في ربنا الذي يقيم من الأموات. وبعدين بقى يعني أنشودة رائعة، قال الذي نجانا من موت مثل هذا وهو أيضا ينجي الذي لنا فيها ثقة أنه سينجي. فقالها بالثلاثة، بالماضي والحاضر والمستقبل، الذي نجانا وهو ينجي الذي أيضا لنا ثقة فيه أنه سينجي. فالإنسان لو أنا مخطط لحياتي وبعد كده ما مشيتش حسب ما أنا مخطط وماله، يمكن ربنا له اختيار آخر في حياتي أو له تدبير آخر في حياتي. وفي أرمية يقول أنا عرفت أفكار ربنا من جهتك هي أفكار خير وسلام، أفكار بركة. يبقى ربنا أفكاره من أجلنا هي للبركة وللخير والسلام وللنجاح. فالواحد ما يعمل اللي عليه، ولو باب اتقفل مش نهاية الدنيا، أبتدي وأقوم وجرب في مكان تاني. طيب سيدنا عمليا كده في حياتنا ازاي نخطط لمستقبلنا بطريقة واقعية علشان لو في حاجة ما تحققتش من اللي احنا مخططينها ما نتصدمش بالواقع يعني. ما هو لازم الواحد عشان يعمل تخطيط اشوف ايه الامكانيات اللي عندي وايه الهدف اللي انا عايز احققه وازاي اخد الامكانيات دي واوظفها عشان اوصل للهدف. فيبقى في التخطيط اول حاجة احط ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له، سواء هدف علمي، هدف مادي، هدف اجتماعي، هدف روحي، لازم احط ايه الهدف اللي قصادي. وبعدين ادرس ايه الريسورسز الموجودة معي، ايه كل الامكانيات اللي معي، وبمكنش على امكانيات مادية، يعني امكانيات مادية البشرية. عقلية بشرية، كل الموارد الموجودة معي. وبعدين ازاي اقدر اوظف الامكانيات دي عشان اقدر اوصل بيها للهدف. زي مثلا في الخدمة، لو انا عايز ابتدي خدمة جديدة، لو عايز ابتدي فرضا كنيسة جديدة، ده الهدف، فانا عايز انشئ كنيسة في المنطقة الفلانية. فابتدي بدور اول حاجة على الامكانيات، هل في شعب موجود في المنطقة دي؟
ايه الامكانيات الماديه اللي موجوده عندي، ايه المواهب الموجوده هنا، بعدين ازاي اقدر اوظف كل ده عشان ابتدي اوصل، وبحط بقى خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى، وابتدي احط اهداف قصادي، في الاخر بحط كل ده على المذبح امام ربنا وبقول يا رب بارك، ان كان ده من ارادتك ماشي فيه، ان ما كانش دي ارادتك اعلن يا رب ارادتك لينا. وطبعا نقطه تانية مهمه في التخطيط الفلكسبيليتي، المرونه. يعني ممكن وانا يعني ما بقاش، لو الواحد ريجيت كده وحاطط خط يعني خطوه رقم واحد، خطوه رقم اثنين، خطوه رقم ثلاثه، من غير ما انا يبقى عندي مرونه، ده ممكن الانسان يفشل. لكن وانا بنفذ الخطه دي مفيش مانع ان انا ابتدي اغير فيها قليلا حسب الاحتياج، بحيث لان ممكن وانا يعني وانا بخطط بتكون حاجه نظريه، واجي بنفذ بلاقي اللي انا حطيته ده نظري مش عملي انك تنفذ. فهنا بقى بالمرونه ببتدي اغير في الخطه اللي انا حاططها لغايه لما اوصل للهدف بتاعي في الاخر. طيب سيدنا، ازاي اعرف اذا كانت دي الخطه اللي انا حطيتها توافق تعليم المسيحيه وتوافق اراده ربنا ولا لا؟ طبعا لو هي خطه عشان اوصل للاهداف بتاعتي بستخدم فيها طرق غلط، او بستخدم موارد غلط، او الهدف نفسه غلط، فتبقى مش ماشيه حسب مشيئه ربنا. لا، هو في مشكله هنا يا سيدنا، انه المصريين لما بيبقوا جايين بيبقوا عايزين يوصلوا عن طريق الفهلوه والنصحه المصريه شويه، او الذكاء المصري. الذكاء كويس، انما الفهلوه والنصحه بمعنى ان انا ما مشيش حسب القانون وتويست القانون علشان اقدر اوصل اللي عايزه، فده مش سليم. يعني لان احنا كاولاد لربنا مفروض نخضع للقانون ونخضع للنظام ونخضع للرولز، ان انا استغل الاخرين او اعمل طرق غير ملتويه، اعمل طرق ملتويه عشان اوصل اللي انا عايزه، ده مش سليم. وحتى بولس الرسول في روميه 13 يتكلم يقول مثلا الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية. يعني أحيان كتير الناس المسيح نفسه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وبالرغم أنه ما كانش مفروض يدفع جزية، إنما أكشري قال لبطرس روح واصطاد سمكة وادفع عني وعنك لكي لا نعثرهم. لأن مثلا زي ما أنت بتقولي، ممكن واحد يفتكر أن النصاحة إزاي يتهرب ما يكون عندي بيزنس، إزاي يتهرب من الضرائب، ويقعدوا يعني يعلموا بعض اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا عشان اتهرب من الضرائب. هل دي نصاحه ولا دي عدم امانه؟ الحقيقه دي عدم امانه، ما اقدرش اسميها نصاحه. لا، في ناس بتعتبرها شطاره. ما دي شطاره حسب مفهوم العالم، انما عدم امانه ان انا باخد حاجه مش بتاعتي. والكتاب المقدس بيعلمني كده، بيقول الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية. فهل انا في تخطيطي هكون امين ولا لا؟ كل ما الانسان يكون امين يكون انسان ناجح. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. انما الانسان اللي هو ما بيشتغلش بامانه ده مش هيقدر يكون ناجح في حياته، حتى لو نجح يبقى نجاح مؤقت انما مش نجاح دائم. سيدنا، يمكن هو كمان حتى السيد المسيح قال للتلاميذ انه لو ذهبتوا مدينه وما قبلكوش فروحوا مدينه تانية، يعني ما تيأسوش. ما ده نفس اللي احنا كنا بنقوله، لو باب اتقفل قصادي نروح لباب تاني. السيد المسيح مرة راح لمدينتين للسامرة ومرضوش يقبلوا. يوحنا ويعقوب قالوا له يا رب نعمل زي ايليا نطلب نار تنزل من السماء تحرقهم. ربنا ايه اللي بتقوله ده؟ ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص ما قد هلك. وراح السيد المسيح عمل ايه؟ سابهم وراح لمدينة تاني. فلو اتقفل قصادي باب، لو اتقفل قصادي باب اروح ابواب تاني. هو القصة صغيرة بسرعة. خدمة القرى اللي انتشرت في مصر دي كان بدايتها ايه؟ بدايتها ان خدام مدارس الاحد لما ابتدت خدمة مدارس الاحد اتقفلت الابواب قصادهم في الكنائس، فراح اشتكوا للبابا كريلوس قالوا له يا سيدنا بيقفلوا الابواب قصادنا في الكنائس ومش عايزيننا نعمل مدارس احد. فسيدنا البابا كريلوس قال لهم ما هو بيقول الكتاب
إن الحصاد قليل والفعل كثيرون. يعني هو قلب الآية قال لهم الحصاد كتير والفعل قليلون في الواقع. اتقفل قصادك أبواب مدارس الأحد، انزلي اختمه في القرى، ما حدش هيقدر يقفل قصادك أبواب هناك. ودي كانت البداية، يعني قفل الأبواب قصاد مدارس الأحد في فترة من الفترات هي اللي خلت الخدام ينزلوا ويخدموا القرى وبيت في خدمة قرى منتعش. عشان كده كل الأمور تعمل معا للخير. ولو اتقفل قصادي باب لا أصاب باليأس والإحباط، بل أخرج في أبواب أخرى ربنا هيفتحها أمامي. ربنا يا سيدنا يدينا كلنا أننا نصدق الآية اللي بتقول أن كل الأشياء تعمل معا للخير، ونبقى واثقين أن ده عمل ربنا في حياتنا. احنا للأسف وقت حلقتنا خلص، بس موضوعنا مع نيافتك لسه ما خلصتش. احنا بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا، ونكمل مع نيافتك في حلقة تانية. شكرا لك يا سيدنا. شكرا لك. أحبائنا المشاهدين، بتمنى أن كلنا نكون استفدنا من حلقة النهاردة، ويكون وصل لنا أنه بلاش نصاب باليأس والإحباط. لو اتقفل باب أكيد ربنا ليه حكمة من ده، وأكيد هو ليه مشيئة. احنا مستنينكم تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك والإيميل اللي ظهر قدامكم. ختاما بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة من مشورة شبابية. حزن وفرح، ويا إما بنغلط جواه يا نكمل في السكة الصح علشان نقدر نعمل حاجة ونكون نور للدنيا وملح. نعيش الأيام بقرارنا، ربنا للأحسن غيرنا، يقدر بالحق يحررنا، نحبك نبعد شو زرنا، يبدأ من دلوقت حياتك أحلام وانت تحقق ذاتك. نقدر تاني نفضل واقفين على رجلينا مهما بنضعف غصب عنا، ربنا في الضعف يقوينا.